انا بتعمد ان انا اكرر كلمه متحلل. ليه؟ لان لو حطيت السماد مش متحلل ممكن يحرق النبات بتاعي، فانا بركز على كلمه متحلل. معلش كل شويه ده خليط من التربه الرمليه والتربه الطينيه، انا كنت مجهزهم مع بعض ومغربلهم بحيث ان ما يكونش فيهم اي شوائب او اي حاجه تانية زي ما احنا شايفين كده ده. فانا في المرحله دي هجيب السماد المعدني اللي انا هضيفه للتربه وابدا اضيفه هنا، وبعدين احط عليه الجردل. برضو البوتاسيوم من العناصر الغذائيه الكبرى المهم للنبات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعه الاسطح مع قناتكم اسرار زراعه الاسطح. اليومين الجايين ان شاء الله احنا هنزرع الطماطم في عروتها الصيفيه في مصر. العروه الصيفيه احنا بنزرع الشتلات بتاعتها في فبراير ومارس وابريل ومايو عشان تنتج الثمار بتاعتها في شهر مايو ويونيو ويوليو واغسطس. احنا النهارده تقريبا 27 يناير، فهنبدا ان احنا نجهز التربه لزراعه الطماطم عشان نبدا نزرعها في فبراير ان شاء الله. طبعا تجهيز التربه بيبقى قبل الزراعه باسبوع 10 ايام اسبوعين بحيث ان التربه تكون مخدومه وجاهزه لزراعه الطماطم. احنا نبدا دلوقتي ان شاء الله نشوف طريقه تجهيز التربه بالتفصيل لزراعه الطماطم في العروه الصيفيه زي ما قلنا. لكن اتمنى من حضراتكم ان انتم تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل الفيديوهات بتاعتنا. خلينا نبدا مع بعض. انا جهزت الصناديق بتاعتي اللي انا هزرع فيها بالشكل ده. طبعا انا بحاول اخلي الصناديق في مستوى واحد، ما تبقاش مايله في اي اتجاه بحيث ان الميه ما تقفش في مكان وتبعد عن مكان او ما توصلش لمكان تاني. دول الصناديق اللي انا جهزتهم لزراعه الطماطم، انا هزرع فيهم وهزرع برضو في جرادل، وهنبقى نصور الزراعه في الجرادل مع بعض ان شاء الله لما يجي وقتها. اللي انا هعمله ان انا هحط في ارضيه الصناديق من تحت بعض السماد العضوي المتحلل. عندي مخلفات فراخ، مخلفات ارانب، عندي مخلفات حمام. الثلاثة دول متحللين عندي بقالهم فترة، واحنا عملنا فيديو قبل كده بيوضح طريقة تخمير السماد الحيواني وتحليله، وهسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات. فاحنا اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنبدأ ان احنا نجيب بعض السماد العضوي. هنحط تقريبا قيمة 20% من التربة سماد عضوي، وهيكون في أرضية الصندوق بحيث ان هو يكون بعيد عن شتلات الطماطم في بداية عمرها وما يحرقهاش، ولما الجذور بتاعة الطماطم تبدأ تكبر وتدق والنبات يكبر تبدأ ان هي توصل للسماد المتحلل بتاعها في أرضية الصندوق وتمتص العناصر الغذائية اللي هي محتاجاها منها. فاحنا نبدأ مع بعض دلوقتي ان احنا نجيب سماد عضوي متحلل. ده عندي سماد عضوي متحلل اهو. كده انا معايا جردل مليان بالسماد العضوي المتحلل، هبدا افرشه في ارضيه الصندوق زي ما قلنا. انا بتعمد ان انا اكرر كلمه متحلل. ليه؟ لان لو حطيت السماد مش متحلل ممكن يحرق النبات بتاعي، فانا بركز على كلمه متحلل. معلش كل شويه بقولها علشان نفضل فاكرين ان لازم احط السماد متحلل وما احطوش من غير ما يتحلل عشان زي ما قلنا ما يحرقش النباتات بتاعتنا. هبدأ ان انا افرد ده كده. طبعا هو ملوش ريحة وده شرط من شروط التحلل، ريحته ريحة التراب، بقى زي التراب بالظبط. بفرشه بالشكل ده كده. انا لما فرشته بالشكل ده كده في ارضية الصندوق على ما الجذور بتاعة النبات تبدأ توصل له، يكون النبات بقى شديد شوية ومحتاج للعناصر الغذائية، ويكون هو كمان اتطفى شوية من المية اللي احنا بنروي بيها النبات لحد ما النبات يكبر، فمش هيعمل مشاكل للنبات. انما لو حطيته على وش التربة قريب من الجذور فالنبات وهو صغير ممكن يتأثر بيه ويحصل له مشاكل. هجيب جردل تاني للصندوق التاني ونتابع مع بعض ان شاء الله. ده الجردل التاني من السماد العضوي المتحلل، هحطه في أرضية الصندوق التاني زي ما عملنا مع الصندوق الأول بالظبط. أنا نسيت أقول لحضراتكم في البداية إن الصندوق ده وأنا بعمله خرمته من الأرضية. لازم أي حاجة هنزرع فيها نخرم الأرضية بتاعتها علشان الصرف بتاع المية الزيادة. الشكاير دي طبعا بتعدي المية، فأنا غطيته بالشكاير زي كده علشان المية ما تاكلش الأرضية الخشب بسرعة. هبدأ إن أنا أفضي الجردل التاني في الصندوق بالشكل ده.
زي ما عملنا مع الصندوق الاول، افرده في الارضية بالشكل ده كده، بعد كده هجيب التربة اللي انا هزرع فيها، والتربة دي هتكون جزء رملة على جزء طين، وابدأ ان انا احطها في الصندوق فوق السماد. ده خليط من التربة الرملية والتربة الطينية، انا كنت مجهزه مع بعض ومغربلهم بحيث ان ما يكونش فيهم اي شوائب او اي حاجة تانية زي ما احنا شايفين كده. ده خليطنا، ده الخليط بتاعنا. واحنا قدمنا في القناة قبل كده فيديو لتجهيز التربة الزراعية، وهسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات. فانا هاملة الجردل بتاعي من التربة. طبعا التربة دي فيها بعض الاوراق الناشفة، دي ورقة بوتس، مفيش مانع ان انا اسيبها في التربة، بتتحلل وبتديني تسميد للنبات على المدى البعيد. فانا هاملة الجردل بتاعي بالتربة زي ما احنا شايفين كده. انا كده مليت الجردل بتاعي بالتربة، هبدأ ان انا افضيه في الصندوق فوق السماد، وبرضو افرد بالشكل ده. نعبي جردل تاني. برضو افضي الجردل التاني كده. زي ما احنا شايفين كده انا باقي لي تقريبا جردل كمان والصندوق يتملي. فانا في المرحلة دي هجيب السماد المعدني اللي انا هضيفه للتربة، وابدأ اضيفه هنا، وبعدين احط عليه الجردل الاخير. ده كبريت زراعي، هبدأ ان انا ارش منه قبضتين ايد تقريبا بالشكل ده كده. طبعا احنا عارفين الكبريت الزراعي سماد مهم جدا، وفي نفس الوقت بيعقم وبيطهر التربة. لو عايزين نعرف فايدة الكبريت الزراعي ممكن نرجع لفيديو العناصر الغذائية الصغرى موجود على القناة، ياريت نشوفه مع بعض. وده سوبر فوسفات، نسبة الفوسفور فيه تقريبا 48%. وبرضو عشان نعرف فوائد بتاعة سوبر فوسفات ممكن نرجع لفيديو العناصر الغذائية الكبرى، هنلاقي فيه فوائد العناصر الغذائية الكبرى كلها ومنها الفوسفور. ودي سلفات بوتاسيوم، برضو البوتاسيوم من العناصر الغذائية الكبرى المهم للنبات، هنضيفه برضو للتربة في مرحلة التجهيز. ممكن نرجع لفيديو العناصر الغذائية الكبرى علشان نعرف فايدة البوتاسيوم. طبعا سلفات البوتاسيوم زي ما احنا عارفين فيها هي كمان كبريت، لان زي ما قلنا قبل كده في فيديو الاسمدة الذرية كلمة سلفات بتعني كبريتات. يبقى انا كده سلفات بوتاسيوم بضيف بوتاسيوم وبضيف كبريت. بعد كده هبدأ اجيب اخر جردل من التربة بتاعتي وهضيفه فوق الاسمدة اللي انا فردتها دلوقتي، وبعد كده هبدأ اقلبهم مع بعض. ده كده الجردل الاخير من التربة اللي انا هحطها في الصندوق، وهبدأ ان انا افردها واقلبها. وبكده انا خلصت اول صندوق عندي، هبدأ ان انا ارويه رية اولى زي ما احنا شايفين كده، لان انا زي ما قلنا قدامي اسبوع على مزرعة الطماطم. فانا هروي الرية دي بحيث ان المية توصل للسماد العضوي اللي انا حطه في ارضية الصندوق، وتبدأ ان هي تطفيه شوية لو كان حامي، بحيث ان انا احافظ على النبات بتاعي وتقدر جذوره بعد كده انها تمتص العناصر الغذائية المطلوبة. انا مش عايز اطول الفيديو عن كده، وان شاء الله انا هعمل باقي الصناديق والجرادل اللي انا هزرع فيها الطماطم بنفس الطريقة. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير باذن الله.